صباحكم الخير. اليوم الأحد 14 أكتوبر تشرين الأول، اليوم القمر موجود ببرج القوس الناري لليوم الثاني على التوالي. الأجواء ممتازة لمواليد برج القوس الحمل وأيضا مواليد برج الأسد. كيف رح بيكون نهارنا؟ مبلش مع برج الحمل. مفروض يكون نهار جيد جدا، سواء عم تشتغل أو ما عم تشتغل، هيدا نهار بتفرح فيه، بتنبسط فيه، يبدو وكأنه هيدا نهار بيحمل لك أخبار سارة. يمكن يكون العلاقة بشخص أو بجهة معينة عم بتحاول تتحالف معه أو يكون في معه صلحة. الأكثر حظاً اليوم هي مواليد شهر نيسان أبريل. كمل مع برج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، نهار جيد للتسويات لحتى توصل إلى نقطة أو لقاسم مشترك بينك وبين شخص عم تتعامل معه بالشغل أو بالحياة الاجتماعية أو حتى مع أهلك وعائلتك. الجو اليوم يدعو إلى المرونة والدبلوماسية. مين ما كان، حتى أولادكم بتكون اليوم تفهمون أنه حلو تطولوا بالكم. نهار بفيدك وبيعطي تعطي جهودك، رح تعطي نتيجة كتير حلوة رح بتلاقيها بكرة. الأكثر حظاً مواليد 24 25 نيسان أبريل 10 و11 أيار مايو. بكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، ما تضيع عليك فرصة لقاء، فرصة عقد معين، تلاقي معين، مصالحة معينة، فقط لأنه أنت منرفز ومعصب أو ما قدرت هديت أعصابك. الجو اليوم بيطلب منك أنه تكون منفتح على الآخر، لأنه اليوم الآخر كتير بالواجهة، فما تعتبرها تحدي لك وما تاخذها على محمل شخصي. الأكثر حظاً 11-12 حزيران يونيو. بكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، ما تأجل لبكرة. اليوم مولود برج السرطان، شغلك بيطلب منك انك تكون دؤوب ومركز وسيستماتيك بشغلك وبعملك. الجو متقلب، اوكي، في شغل، في تعب، في متطلبات، فيها تكون متطلبات عائلية او مهنية، يمكن حتى دراسية، مهنية يعني دراسية. طول بالك واشتغل مثل ما لازم على الاصول. الاكثر تعبا 11-12 تموز يوليو. بنتقل لبرج الاسد. بالنسبة لبرج الأسد، هيدا نهار بخليك تكون أنت شخص مرتاح، مرتاح نفسيا، حتى معقول تكون شخص رابح، رابح مكافأة، رابح تسوية، رابح نقاش. هيدا نهار فيك تشوف حالك فيه بهيدا نهار، لأنه كل شيء بيصير بيدور، كله بيدور لصالحك. أجواء ممتازة بترافقك بهيدا نهار يلي بعتبره من الأيام الأكثر حظا. الأكثر حظا بمواليد برج الأسد 16-17 و18 آب أغسطس. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، الجو بكرة بيتعاطف معك. اليوم مطلوب منك أنت تتعاطف مع الآخرين، أو إذا أنت تعبان أنت بحاجة لمين يتعاطف معك. مش أنه عم تترجى حدا يتعاطف معك، بس أنت نوعك اليوم متعب أو مرهق وبحاجة إنه حدا كلمة حلوة بتكون كتير حلو. الجو متقلب نتفي، يمكن في بعض المصاريف عتلين همها، حسابات مصرفية عتلين همها، دين معين أو فاتورة معينة، بس طمن لك بالك إنه بكرة رح بيكون في أجواء حلوة كتير بتعوض فيها عن هالشعور هيدا. الأكثر تعبا مواليد أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان ما بيهدى اليوم. مولود برج الميزان قد ما عندك اليوم طاقة كتير كبيرة بتقدر توزعها على الكل، يعني اليوم شخص واحد بالعائلة مولود برج الميزان بينشط كل شيء بالبيت، كل العائلة، البيت بيكون قايم قاعد اليوم من وراء مولود برج الميزان، لأنه نشيط، لأنه محمس، محفز، بيدخل البهجة وما بيخلي شيء قاعد بمطرحه. الأجواء ممتازة، حلوة، نشيطة، أفكارك مبدعة، سواء كنت بالمدرسة، بالشغل، وين ما كنتوا اليوم. 4-5-6 أكتوبر الأنشط. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب، حاول أنه بهيدا النهار تستفيد من شيء. بدك تقرأ كتاب أنت بعطلة، قرأ كتاب مفيد، أو قرأ كتاب بيسلي، أو اشتغل على مسألة ما بتستهلك طاقتك، تستنفدها بطريقة مزعجة. شو ما بتعمل اليوم، حاول أنه يفيدك بشيء ما، تتسلى، لا تضحك، انتبه من المصاريف اللي ما إلا لزوم، خليك اليوم مقتصد بيكون كتير منيح، وطبعا أنت بحاجة ترفه عن نفسك لكن باعتدال.
الأكثر حظاً 3/4 15/16/17 نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس اليوم يعني إذا فيك تسافر من قارة لقارة ما بتأثر. اليوم كل شيء طالع عبالك، بتحوص حوصتك كبيرة اليوم، وهذا الشيء يمكن بيخلي أهلك والناس من حولك إنه ما يقدروا يستوعبوك، عندك طاقة كتير كبيرة بحاجة إلى استيعاب. الجو اليوم بنصحك إنك تحصر تفكيرك، تعرف شو بدك، تحصر هالطاقة الحلوة الكبيرة اللي عندك إياها، تختار الأفضل لإلك، ما تشتت الطاقات، نقي شغلة شغلتين واشتغل عليهم. أمور حلوة كتير بتصير اليوم وبتتحقق. 12/13/14 ديسمبر، مع أنه كل مواليد برج القوس اليوم نشطين وعندهم حظوظ وفيرة. بكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي بدك تطول بالك كتير. الأمور اليوم بعدها بطيئة، بعدها بتزعل، بعدها كئيبة، بعدها ما في نشاط عم بيولع. فمش بس أنت، كل الأبراج تمرق بهالفترة، تمرق يومين ونص بالشهر هيك داون. هلا ما معناتها داون معناتها رح نخرب شغلنا اللي عملناه كل الشهر. نوعية الطاقة الموجودة اليوم، نوعية هيدا النهار بتقلك اوكي حلو انه تشتغل على طاقتك، نت في الترتيب، ما بدك ترتب ما ترتب، حتى بدك تروح بالسيارة ما تبعد، تأكد من كل شيء، تأكد من أغراضك، خلي عينك عليهم لأنه احتمال يكون في التباس اليوم وزعل أو خيبة أمل، خاصة 26/27 ديسمبر، 9/10 كانون، 2 يناير، أنتوا الأقل حظا. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار بفرفح أكيد، نهار بتفرح فيه مع أصحاب، بتتعرف على ناس جديد، نهار بتحس حالك إنه ناس عم تفهمك، عم تتفهمك، عم تتعاطف مع فكرتك ومشروعك، وبالتالي هيدا نهار ممتاز. هلا كتير ناس عم بيشتغلوا اليوم الاحد، فبالتالي بيعتبروا نهار للبزنس، للشغل، للدرس، ممتاز رائع جدا. ليش؟ لانه رح بيكون في تصويت لصالحك، اجواء حلوه، ما تاجل. اما اذا كنت من مواليد 1 2 و3 شباط فبراير، كن حذر جدا من السرعه، من التسرع والمشاكل والحوادث. بكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت هيدا نهار بعده بيشبه امبارح، هيدا نهار بيطلب منك انك تضلك عفوا متاهب alert كل الوقت. ان كنت بالشغل قاعد ناطر، يا حدا بده يبعث لك مسج، ناطر جواب، حدا عم يشتغل لك على معامله، حدا عم يشتغل لك على ورقه، حدا انت عم تركض عم تسعى، المساعي اليوم كثيره ويبدو وكانك انت المسؤول عن النتيجه، مشان هيك بتحس حالك مش قادر تهملها، مش قادر تهملها. معقول تكون القصص اللي علاقة بأحد الوالدين. كون حذر 4/5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة كتير سريعة الإيقاع. هيدي سنة فيها من كل شيء. هيدي سنة بتحرك عندك كل الأمور الدراسية، يمكن ورشات عمل، يمكن الهوبيز، يمكن حتى بيت جديد أو بيت تاني على الهامش. في اشياء كتير على الهامش بتصير، تغييرات حلوة، كانت بالسيارة، كانت بأمورك الخاصة. هيدي سنة تبدع فيها. تشرين الأول أكتوبر، شباط فبراير، حزيران يونيو أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.